السلام عليكم وكنتمنى تكونوا مزيانين على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفلوق اللي هو خفيف وظريف. اليوم خرجنا وليداتنا باش يلعبوا، كيف ما كتشوفوا شميشة ونهار غزال ولكن برد بزاف. حنايا حتى شفنا الجو بارد فخرجنا مع الجوج، جوزنا لواحد المطعم شرينا الشاورما وبيتزا ومنادا، وكنا غادي نمشيو ناكلو في واحد الرياض. فبني نعاس وبقينا في الطوموبيل وكلينا في الطوموبيل صافي، ومن بعد مشينا وبقاو كيلعبوا الوليدات ديالنا وبدلوا الجو وفرحوا. وخا صراحه كان برد بزاف ولكن معليش، اهم حاجه بدلوا ولادي الجو وعجبهم الحال بزاف. ورجعنا للدار كانت صراحه على العشيه مع ديك سته صافي، رجعنا فحالنا حيتاش الجو بارد بزاف بزاف، فخافنا على وليداتنا عندهم يمشيو يمرطو حيتاش الجو بارد 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 بارد. وخا لبسنا لهم الصراحه ولكن وخا هيداك خافنا عندهم يمرطو، فكنا قررنا نخرجوا بكري ونرجعوا بكري للدار. ودائما كندي وليداتنا يعني الفيلا هاريس واحد اش غنقول لكم، واحد الرياض غزال، عندهم فين يلعبوا، كاينه التساع كاينه الالعاب، يلعبوا تما كيف ما بغاو. وتماك الهدوء والسكات ما كاينش ديك الصداع، حيت كاين الوليدات اللي كيعجبهم يلعبوا هيداك في واحد الهدوء. وحنايا كنمشيو الصراحه حتى هي لهاد فيلا هاريس، واخا بعيده واحد شويه على فين حنايا ساكنين ولكن ماشي مشكل، اهم حاجه وليداتنا يبدل الجو. فكنتمنى اذا عجبكم هذا الفلوق ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم جديد ديال القناه. ومن بعد ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم شهيوات اللي هما ساهلين بزاف بزاف، وكنتمنى يعجبوكم. وكنتمنى اي واحد كيتفرج في هذا الفلوق ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم او الاعجاب بالفيديو. ايوا هنايا كنا الصراحه مشينا لواحد المطعم وشرينا هاد الشاورما وكليناها عاد باش خرجنا، وبقاو وليداتنا كيلعبوا كيف ما كتشوفوا. الجو غزال مزيون بزاف بزاف، وحاولت نصور لكم غير واحد شويه. من بعد ما كنا في الفيلا هاريس مشينا للمرقله، جلسنا تماعي واحد شويه حيت برد حدا البحر، وصافي ورجعنا للدار ديالنا. غادي نحاول نصور لكم غير واحد شويه من هاد الخرجه هادي اللي هي خفيفه بزاف بزاف، وكنتمنى تعجبكم. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم للقناه، وشكرا بزاف للتعليق ديالكم، والله لا يخطيكم عليا.